فأنت أخطأت خطأ في يوم من الأيام، فلازم إنك تنظف هذا الخطأ. لكن قبل ما تنظف هذا الخطأ، خلنا نأكد على عدد من النقاط. النقطة الأولى، لا تقم بأي عمل تتوقع أنك راح تشعر تأنيب ضمير بعدها. لا تقم بأي عمل مهما كان هذا العمل، صغير أو كبير. إذا راح يجيك تأنيب ضمير بعد هذا العمل، صدقني أنك ما تسوي هذا العمل إن أحسن لك وأريح لك وأسلم لمشاعرك، وفي النهاية أنت الكسبان، لأنه في النهاية حياتك هي تردداتك، وتردداتك هي مشاعرك. ففي النهاية أنت منتصر إذا ضبطت مشاعرك، إذا حصلت على مشاعر جيدة. فمش منتصر إذا أخذت حقك، لا، أنت منتصر إذا كانت مشاعرك جيدة. فهذا هو أهم شيء. النقطة الثانية وهي جدا مهمة، دائما خل خزانك مليان. أنت ممكن تخطي حتى وأنت تشعر بتأنيب ضمير لأنك غاضب، أو أحيانا لأنك خايف تسوي غلط، لأنك خايف يعني تنجر لفكرة معينة، شخص يقنعك بفكرة معينة بعدين تروح تهاجم شخص ثاني وتدمر شخص ثاني، أو شخص يقنعك إنه فلان سارق بعدين تروح تنتقم من هذا، تكتشف إن الموضوع ضحك عليك فيه. فممكن إنك أنت مع إنك محتاط في موضوع تأنيب الضمير ومع ذلك تخطئ. فأنت دائما خليك محتاط إن خزانك مليان. خزانك مليان في موية، في أي لحظة أنت عطشان تشرب موية، خزانك ما يفضى. ليه؟ عشان حياتك تستمر جيدة. كيف نخلي هذا الخزان مليان؟ العطاء الإحسان، العطاء الإحسان، العطاء الإحسان في كل مجالات الحياة، في كل الخيارات اللي أمامك. انتهى. خلنا نقول إنه أنت سويت الغلط وشعرت الآن تأنيب ضمير وتبغى تعدل هذا الغلط، عدل الغلط. دائما هناك فرصة لتصحيح، دائما هناك فرصة لتعديل الخطأ. أول شيء أرجع الحقوق لأصحابها. شخص مثلا سرقت منه، رجع له. شخص كلمت عنه بالغلط، عدل الفكرة. شخص كذبت عنه، قل الحقيقة. أي خطأ سويته تجاه شخص، عدل هذا الخطأ. ممكن التصحيح ما يتعدد 100%، لكن على الأقل أنك تبذل جهدك، على الأقل أنك تحاول. أما إذا كان غير ممكن أنك أنت ترجع الحق لأصحابه، فعلى الأقل أنك أنت عرفت خطأك وقررت أنك أنت ما راح تعيد هذا الأمر مرة ثانية. ولأنه أصلاً إذا أنت فهمت الموضوع من البداية وخليت خزانك مليان، فراح يكون الموضوع هو قضية وعي أكثر من أنه مطلوب منك تسوي شيء. إذا كنت محسن ومعطي طوال الوقت، لما أنت تخطي تفهم خطأك يكفي. إذا كنت ما تقدر ترجع الحقوق لأصحابها يكفي، خلاص أنا فهمت غلطي، وأنا طوال الوقت أحط، طوال الوقت يعني أسبق للخطأ. ماذا أعطي وبماذا أحسن؟ خيارات كثيرة عندك، لكن لازم تنتبه أول شيء إلى النقاط القوية عندك. هذه النقاط عشان تتضاعف بركتها وعشان تستمر لابد أنك تعطي منها. مثلا في كثير ناس عندهم مال، هذه نقطة قوتهم، لازم يدفعون طوال الوقت. في أشخاص مثلا عندهم علم، لازم يعلمون طوال الوقت. في أشخاص مثلا عندهم حرفة، متميزين في حرفة معينة. واحدة من صديقاتي طباخة، طوال الوقت تطبخ لي، أحسن صديقة. في اليوم اللي أنا أبغى فيه مبيعات الدورة عندي تكون مبيعات يعني ممتازة جدا، لازم أعطي معلومات مجانية ممتازة جدا. هي كذا ماشية الحياة، ما تأخذ إلا لما تعطي، ما تنظف كارمتك وتعلي تردداتك إلا لما تعطي. كنت أتكلم عن موضوع التنفس على سناب شات، وأتوقع أنه مئات الآلاف من الأشخاص بحثوا بالإنترنت في العالم العربي وحصلوا أشياء مجانية في اليوتيوب، أو حضروا دورات مجانية، أو راحوا حضروا عن مدربين غيري. أتوقع أنا في العالم العربي يمكن في 1,000,000 شخص يمارس التنفس بسبب سنابي. الشعوري شعور عظيم، لكن شعور قاعدة أتخيل أنه ممكن في 1,000,000 شخص الآن في العالم العربي يتنفس لأني أنا أيقظت فيهم هذه الفكرة. إيش هذه الكارما الممتازة؟ الكارما الصحية، وكارما مشاعرية، وكارما نفسية، وكارما عقلية. أنا جدا سعيدة أني أنا قاعدة أعطي هذه المعلومات مجانا، وفي ناس قاعدين يسمعون ويطبقون. أنا أدعوك دائما أنك أنت تفكر بهذه الطريقة. إيش الشيء أسهل شيء ممكن تقدمه بالنسبة لك؟ أسهل شيء ممكن تعبي فيه خزانك؟
يمكن تطبخ ما أعرف أرسل لنا إذا طبخت، يمكن تعطي معلومات، يمكن تعطي فلوس، يمكن تفتح إنستغرام تسوي توجيهات للأمهات، الأمهات الضايعات. يعني الحياة مليانة بالخيارات، إنك أنت كيف تعبي خزانك طوال الوقت، أنت كيف في اللحظة الحرجة اللي تكون فيها في أزمة تقول أنا خزاني مليان، أنا متأكد إنه أنا راح أعدي هذه الأزمة، أنا متأكد إنه أنا راح أنجو، أنا متأكد إنه أنا معتمد على أشياء، معتمد على عطاء أنا قاعد أقدمها طوال الوقت، أنا متأكد إنه كارمتي جيدة وكارمتي نظيفة وكارمتي تتنظف طوال الوقت.